أفادت الصحة اللبنانية بمقتل 20 شخصا وإصابة 450 في موجة جديدة من انفجارات أجهزة الاتصالات. وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية أن الأجهزة اللاسلكية انفجرت في أيادي حاملها وداخل المنازل. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني وشاهد أن أجهزة اتصال تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت، ووقع انفجار واحد على الأقل بالقرب من جنازة نظمها حزب الله للقتلى الذين سقطوا في تفجير الآلاف من أجهزة البايجر التي يستخدمها حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء.